اسعد الله مساءكم مشاهدينا، واهلا بكم الى نشاط الاخبار نقدمه لكم من قناه الجزائر. عنوان والبدايه بالعناوين. وزير السياحه يشرف على مراسم افتتاح الصالون الدولي للصناعه التقليديه. بوغالي يصف زياره الرئيس تبون لروسيا بالتاريخيه. والي ولايه بسكرة يشرف على فعاليات منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنه. والي ولايه البيض يشرف على عقد اتفاقيه بين الاداره المحليه وقطاع الشباب والرياضه. وصرح الإسلامي مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة يعاني في صمت. ولاية البويرة تحتضن الأسبوع الثقافي ما بين الولايات. بداية، أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش على الافتتاح الرسمي للطبعة 24 للصالون الدولي للصناعة التقليدية. تفاصيل أكثر في تغطية الزميلة أسماء حمزة. أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش على افتتاح الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته 24 بساحة رياض الفتح الجزائر العاصمة، هذا بحضور وفد وزاري هام وعدد من سفراء وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر. خدمة واحدة كلها عندك ما مع اللي يعاونك؟ لا لا، أنا عائلة. مع العائلة. Donc le tissage est fait à la main et c'est la teinture naturelle qui est là-dessus. D'accord. J'étais sur la canapé, sur la table, très bien, très bien. Voilà. Il y a des sculptures aussi en bois et du bronze aussi. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Ok. Ça c'est le ça c'est le xylophone. Ouais. La décoration. في هذا الصالون هناك مشاركات أكثر من 290 حرفي، ومنهم أكثر من 50 أجنبي جاءوا من بلدان مختلفة كمالي ونيجر والسنغال، وأيضا من الصحراء الغربية ومن تونس ومن فلسطين، وهناك أيضا أتوا من تركيا ومن أفغانستان ومن باكستان. كما تعلمون أن قطاع الصناعة التقليدية ولو كان فني أو خدماتي فهو في الأصل نشاط اقتصادي، كونه يستعمل أكثر من 445 ألف نشاط، وبالتالي هناك يشغل فيه أكثر من 1,200,000 ألف عمل. حيث يهدف هذا الصالون إلى المحافظة على التراث الحرفي الوطني وتثمينه والتعريف بجودة المنتوج التقليدي الجزائري وإنشاء إطار لتبادل الخبرات والمعارف بين الحرفيين الوطنيين والأجانب. وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتاريخية. وقال بوغالي في بيان له باسم نواب المجلس الشعبي الوطني أن الزيارة قد كشفت عن حجم الجزائر وثقلها في الساحة الدولية، كما أبانت عن التوجه الجديد في انفتاح الجزائر على العالم من خلال تبادل المنافع الاقتصادية ومراعاة مصالح الوطن العليا. كما عبر بوغالي عن فخر نواب الغرفة السفلى للبرلمان بما تصنعه الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة الرئيس تبون، مجدداً التنويه والإشادة بما تحققه من مكاسب وانتصارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي موضوع آخر، أشرف والي ولاية بسكرة على فعاليات منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية بالولاية. تغطية للزميل عبد الحميد معروف. على مستواهم في كل ولايات باش يخلقوا صيغة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، كيف يتلاقوا مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، ولا مرة في شهرين، ولا ويدرسوا مع بعض المشاكل اللي مطروحة في الساحة تاع ولايتهم. ممثلي المرصد على المستوى الوطني والمستوى المحلي وكذا مصالح الولاية، الصاهرين والقائمين أيضا على مستوى الجماعات المحلية، وأعني بذلك البلديات
وبقية مصالح الدولة التي وفرت كل الوسائل التواصل، الاستدعاءات، الدعوات. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا عبارة عن هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، وهذه كلها هيئات مدسترة نص عنها الدستور. بداية لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بشكر جزيل إلى السيد الوالي ومن خلالكم إلى كل مواطنين ولاية بسكرة على ترحيبكم وإسهامكم في إيجاح المنتديات الولائية للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، التي هي بمثابة ثمرة توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابه خلال إشرافه على اجتماع الحكومة ولاد، حيث سجل السيد الرئيس إصراره على مرافقة منظمات المجتمع المدني وإدماجها ومساعدتها في تنظيم صفوفها واعتبارها الحليف الأول. الانشغالات على المستوى المحلي كنشطاء في المجتمع المدني، نتمنى تفعيل الدور المركز الوسيطي لمعالجة الإدمان على مستوى الولاية. قلتنا شغل هادو كانت الإدارة والبلدية ورئيس بلدية ولا رئيس دائرة ما لقاوش، يعني احنا كمجتمع مدني ونشطاء جمعويين ما لقاوش الدعم من عندهم إلا مؤخرا. كما احنا في البلدية تمشوش كنا نعاني، كنا نشطاء نشطوا مدة سنين، يعني نشطوا أنا كما أنا كنت نشط مدة 10 سنين. حضورنا في المنتدى الوطني للمجتمع لفعاليات المجتمع المدني كان في الحقيقة حضور جميع الفئات من كل أطياف المجتمع، وخدمة القوانين وكذلك إثراء هذا القوانين للمجتمع اللي يتم تفريقه على المجتمع كامل. يعني احنا حضرنا كرؤساء جمعيات لكن كاين ناس خبر لبنة جديدة في بناء الجزائر الجديدة، حيث أن المحاور التي يناقشها هذا المنتدى هو الحوار، المواطنة والتنمية المحلية بمشاركة المجتمع المدني في التسيير المحلي، في التسيير الشأن المحلي، وكذلك في خلق مناصب في التنمية فيما يخص التنمية المحلية، كذلك في مهارات الحياة للشباب وتمكين الشباب في الحياة العامة. قام والي ولاية البيض فريد محمدي بإمضاء اتفاقية بين مديرية الإدارة المحلية ومديرية الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى خلق مدارس رياضية لأبناء موظفي الإدارة المحلية عبر بلديات الولاية. مراسلة للزميل جلال بن عمير. يخرجوا منا يخرجوا أبطال في مختلف المدارس. مدرسة تاع التكوين ان شاء الله بحول الله. الاسلياف ببعض باش نعرضوا المدارس اللي غادي باش تكون تنبثق على الاتفاقيه ما بين وزاره الداخليه والجماعات المحليه ووزاره الشباب والرياضه، اتفاقيه الاطار، اتفاقيه على مستوى ولايه البيض تحت اشرافكم وتطبيق لتوجيهات المتعلمة المسيد الوالي بين مديرة الإدارة المحلية ومديرية الشباب والرياضة. اليوم الدفعة الأولى هي مدارس تاع الرياضة، أبناء موظفي الجماعة المحلية، مدرسة السباحة، كرة اليد، ومدرسة كرة القدم. يعني هذه المدارس كدفعة أولى، تليها مدارس أخرى. هذه الاتفاقية جاءت بناء على الاتفاقية الإطار ما بين وزارة الشباب والرياضة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اللي من خلالها قدموا لنا خدمات فيما يخص التكفل الطبي في المركز الطبي تبع للإدارة المحلية والهياكل تاع الإدارة المحلية. بالمقابل احنا قدمنا لهم الدعم في المستوى القاعات الرياضية والمسابح وكل الهياكل تبع قطاع الشباب والرياضة، إضافة إلى خلق ثلاث مدارس كدفعة أولى: مدرسة السباحة، مدرسة كرة اليد، مدرسة كرة القدم، لتحاول تجمع حوالي 100 طفل. هذه المدارس غادي نشرعوا في العمل تاعها ونقدموا لهم كذلك إمكانيات من أجل خلق مدارس على مستوى الإدارة المحلية لمتكونة من أبناء الإدارة المحلية. جماعات محلية كامل تعليم كل أبناء إن شاء الله. قام مجلس الأمة بولاية قسنطينة بزيارة استعلامية إلى مسجد الأمير عبد القادر بالمنطقة، أين وقف الوفد؟ أعطاو 500 مليار ترميمات هنا في المسجد، تكونسومات منها 268، والباقي مازال على مستوى مديرية التجهيزات العمومية هنا في ولاية قسنطينة. حنا كانت جاتنا من قبل وأنا وجدت وثائق
منتخبين تاع الشامبيونات هنا جاونا زياره لهنا هكذا قالوا لنا احنا حابين نستغلوا هذا الدراهم اللي بقاو كش معنى في الامور تشكلنا انا في احنا خسرنا بعض الامور هكذا لان حتى يعني كانت لنا جمع الاموال القسنطيني حتى المواطن القسنطيني هذا يعرف بلي مسجد الامير عبد القادر هو مسجد قطب وتابع للدوله والدوله اللي تصرف عليه حتى في التبرعات يقول لك ما نمدش نعم يكون شح نعم مد المسجد يعني اللي في والله نهضر يعني تسمى وحنا عندنا من الناس كامل هو وحنا عندنا استاذ تسمى شغل حاجه رقابيه هكذا باش نشوفوا قداش جمعنا الاموال الاسبوع الماضي نعطيك لي شيفر تاع المساجد هذوك الصغار اللي تبناو الى اصبح المعدل 2 ملايير المره هذه 208 مليار و100 تقريبا حنا في المليار و100 قليله تسمى يعني قلت لك تسمى الناس بعد ما اخذ فكره بلي المسجد تاع الدوله وهي اللي تصرف وجه نطرق لك ليها استاذ حنا عندنا دروك يعني عمال كذا نصرفوا عليهم وشوف يعني وهذه عندها دروك 20 سنه كان الوالي حميم في الوقت هذاك هو اللي دارها ربي يرحمه دار باللي البلدية تخصنا منحة تاع 300 مليون والولاية تخصنا منحة تاع 300 مليون إلا أنه مؤخرا درك عندنا 4 سنين البلدية والله ما تنهضرو اليوم لهذا الولاية العام اللي فات مدونا 150 مليون السنة والله ما تنهضرو أستاذ حنا رانا في جوان الوزارة ثاني مرة تساهم هاد الساعة والله ما تنهضرو تسمى ساعات كما قلت لك المسجد لهنا مقدوم بدي ماتريو نوبل هكذا تسمى قلت لك درك كنا عندكم حدا من بين المقترحات حاشاك مجاري تصريف المياه هذوك اللي كانيفو هذوك كاريه قد قد دير 150 الف وسنه كوموند هاي تاع 50 درك واحد ديك تقول له التكلفه مصاريف كبيره يعني ما يقدروش باللي مبالغ كبيره باش تحافظ على ودرك الجامع هذا نعم كبيره نعم ولا لازم تكون ميزانيه خاصه نعم باش نقدروا نعاودوا ونعالجوا لازم ميزانيه وتكون خاصه وتكون مستمره ان شاء الله مستمره ربي يحفظك في الولايه احنا غادي نشوفوا مع زيد الوالي باش تكون هذه ان شاء الله لكن بالنسبه هنا كان واحد من اللي زابيس هذه كون هنا جماعه البلديه على بالي بلي هما عندهم مشاكل كبار عندهم مشاكل كبار ونقول لك ما نديروش ايش عارف تنجم تكل عليهم لكن الولايه تكل عليها وتكل على ان شاء الله الوزير وعلى الوزير يعيشك ربي يحفظك احنا نوصلوا لانشغال تاعهم ان شاء الله يكون هاني يوصلوا وماشي غير نوصلهم نركزوا عليهم ان شاء الله لازم نشدوا الكلمه تاعنا لكن دخلنا القسطنطينيه ندخلها بالخير ان شاء الله ونخرجوا بالخير ان شاء الله بزاف كيما قدمتم تقدمتوا لنا احنا لازم نقدموا حاجه هذا هو يكون الانشغال تاعنا وتاع اللجنه وانا ندي هذا الميل هذا وما نخليش اللجنه اللي راه جايه ورايا انا نتكلم به شخصيا ونعاهدك باللي نوصل حتى الوزير الاول ان شاء الله ونعرف باللي الوزير عنده انسان محترم ويسمع ويبغى يعاون لكن يلزم ناس يطرحوا له المشاكل كي توصل المشاكل وتفهمها واش هما الحلول تقدر تلقى مفاهمه بين ان شاء الله وحنا اليوم هذا اللي كان هذا الجامع كيما هذا اللي هو فخاره بالنسبه للجزائر نعم يعني كي جيت انا كنت نقول له شفت جامع لا موسكي بلو تاع الجامع تاع تركيا يعني واش حتى نحن عندنا حاجه الحمد لله اذا كان هذا ما اعتنيش به وحنا ما نديروش ما نقدموش الخدمات اللي يطلبها الجامع يعني ما كان والو هذا التاخيش هذا علينا وبزيف علينا ربي يحفظك يا استاذ تحتضن ولاية البويرة الأسبوع الثقافي ما بين الولايات تحت شعار بلادنا تجمعنا أترككم مع تفاصيل أكثر في روبورتاج الزميل سالم بن زيتون تزامنا مع الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2023 تحت شعار بلادنا تجمعنا أشرف اليوم ولي ولاية البويرة على انطلاق فعاليات الأسابيع الثقافية والفنية ما بين الولايات سيدي ولي الولاية المحترم السيد رئيس الشعب الولائي الفاضل السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية السادة نواب البرلمان بغرفته السيد رئيس الدائرة المناسبة احتضنتها دار الثقافة لزعموم حيث تم تنشيط المحيط وتنظيم نشاطات مختلفة ثقافية أغاني تراثية قصائد شعرية
ومعارض للصناعات التقليدية. ولاية البويرة تعيش هذه الأيام عرسا ثقافيا متميزا. هذا العرس الثقافي يتمثل في استقبال ولايتنا لفناني ومثقفي ولايتي المنيعة وواد سوف، حيث قدموا خلال هذا اليوم في حفل الافتتاح عروضا ثقافية وفنية متميزة، إضافة إلى بعض المعارض التي تعبر عن عادات وتقاليد سكان هاتين الولايتين. طبعا هذه العادات والتقاليد الغزيرة التي تتميز بها ولايات وطننا الحبيب تمثل في عمومها فسيفساء ثقافية فنية تعكس واقع المعاش الذي نعيشه اليوم. معكم ممثل عن ولاية المنيعة في عرض أسبوعها الثقافي في ولاية البويرة المضيافة الشماء. المنيعة جاءت بطبع متعددة ومتنوعة، منها معرض للفنون التقليدية الزرابي، أيضا معرض للأحجار الكريمة، أيضا فرقة موسيقية تنشط لتحت في الصالة. عدنا احنا، أنا ممثل عن فرقة الدندون، هذه فرقة عارقة متأصلة من إفريقيا، دخلت عليها بعض التعديلات وبعض التحديثات. تعتمد على الطبول والأغاني كما الرقصة الموحدة. حاولنا في هذا الأسبوع الثقافي أن نأتي بحقيبة ثقافية متنوعة من مختلف الأنشطة والإبداعات المختلفة لمنطقة الواد التي تعرف بثقافة ولاية الواد. ولاية الواد طبعا هي إقليم ثقافي مميز يختلف ربما عن باقي الأقاليم الموجودة في الجزائر. حاولنا أن نأتي بمعارض تقليدية تعبر عن الحياة الاجتماعية القديمة والتقليدية لمنطقة الواد، ومجموعة من الأعمال الفنية، خاصة معرض للفن التشكيلي لنادي من نوادي دار الثقافة محمد الأمين العمودي بولاية الواد. سعداء بهذه المشاركة، سعيد أني كنت ضمن هذا الوفد اللي كنا اليوم طبعا في حفل الافتتاح، وجينا بمجموعة كبيرة طبعا من الفعاليات، فيها من المعارض الفنون التشكيلية كما راكم تشوفوا، فيها من موروثنا الشعبي الغني الصناعات التقليدية، أيضا الفرق فولكلورية وفرق موسيقية. نتمنى إن شاء الله أنه نكون عند حسن ظن طبعا الجمهور البويري، ونعدوكم أنه فيه طبعا مجموعة من البرامج الجميلة خلال طيلة هذا الأسبوع. التذكير، فإن الأسبوع الثقافي الذي ينشطه ولاية المنيعة ووادي سوف يتوصل لمدة أسبوع كامل، شيء الذي يمكن جمهور وأهالي ولاية البويرة لمشاهدة البرنامج الثري والأنشطة الثقافية المختلفة. هذا هنالك برنامج فيه العديد من الفقرات التي تشمل وصلات موسيقية، خاصة مع فرقة ليالي الأنس الموسيقية، مع فنانين ممتازين ومن أشهر الفنانين في الصحراء الجزائرية، المطرب الأخضر الحشيفة والمطرب عبد الرحمن غزالي، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة المحاضرين الذين سيقدمون إن شاء الله محاضرات حول ثقافة ولاية الواد وحول تاريخ الثقافة الشعبية والفنون بشكل عام عن منطقة الواد، وإضافة إلى مجموعة من الشعراء من بينهم المهدي غمام، أحمد مكاوي، محمود عياشي، والعديد من الأنشطة الأخرى التي ستكون مؤثرة لهذا الأسبوع الثقافي عبر فقراته طيلة هذا الأسبوع. نعد إن شاء الله الجمهور وأهالي ولاية البويرة إن شاء الله ببرنامج ثري، وندعوهم أن يقتربوا من دار الثقافة ويشاهدوا هذه الأنشطة الثقافية المختلفة، وبإذن الله سيكون هناك إن شاء الله العديد من المفاجآت، ويكتشفون ثقافة أخرى ربما تنماز بها منطقة الواد، تنماز بها الصحراء الجزائرية. بهذا وإياكم نصل مشاهدينا إلى نهاية نشاطنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.